جولتنا الفنية والثقافية لليوم منبلشها مع فعاليات عيد الموسيقى يلي مش بس رح بتكون محصورة ببيروت وإنما بكافة المناطق. اليوم الدورة 16 فإذا بتنطلق لعيد الموسيقى ومواقع كثيرة من بيروت رح تستقبل هالفعاليات، الحمامات الرومانية، أسواق بيروت، شارع فخري بيك، تقاطع فوش ألمبي بشارع التجارة وشارع عبد الملك، الزيتونة باي، رمضانيات بيال، الصيفي فيليج، حديقة الجزويت بالجعتاوي، شارع مرم خايل، شارع الجميزه، الجراند فاكتوري، بالاضافه الى كنايس مار لويس للاباء الكابوشيين، كنيسه الفرار بالجميزه والكنيسه الانجيليه، وطرابلس والكحالي كمان بدوروا اليوم بيحتفلوا بعيد الموسيقى. ضمن المواعيد موعد مع فرقه لوبستاش يلي بتقدم الالكترو اندي بوب على الساعه 7:10 بفوش شارع عبد الملك. Dip in your lip, move your hip. Dip in your lip, dip in your lip, dip in your lip, and move your hip. Dip in your lip, dip in your lip, dip in your lip, and move your hip. Dip in your lip, dip in your lip, dip in your lip. من لوبستاش هالفرقه يلي شفناها بننتقل الى الزيتونه باي يلي بتستقبل على الساعه 7 حفله لكل محبي الفلامينكو مع وائل ملاعب. وذكرنا انه كمان في محطة لعيد الموسيقى ضمن رمضانيات بيروتية بالدورة الخامسة يلي بتنطلق اليوم، رمضانيات بيروتية رح تستمر لغاية 25 حزيران، وضمن الأجواء يلي رح تقدمها طبعا خلينا نقول انه التحية هالسنة رح بتكون للشارع الحمراء بأيام السبعينات، رح بيكون في فنون، حرفيات، موضة، أكل وموسيقى، واليوم محطة موسيقية على الساعة 10:30 المساء مع الفنان كفاح المصري. سمرة يا حلوة يا لحن يا غنوة يا أحلى رنين سحر الحاجب رح منكفي مع الأجواء الموسيقية وامبارح عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن برنامج عيش أشرفية بدورة 2016 المهرجان رح بيكون ب 25 حزيران على الساعة 4:30 البداية رح بتكون مع مهرجان بالشارع هو خاص بالأطفال أما المساء رح بيكون في أمسية موسيقية مع الفنان عاصي الحلاني وبنته ماريتا بالإضافة كمان إلى شحادة براذرز كنا شفنا الاخوين شحاده يلي رح بيقدموا امسيه مميزه بساحه ساسين ضمن فعاليات عيش اشرفيه. رح ننتقل الى عروض الافلام وبكره صاله موتاني بالانستيتو فرانسي دو بيروت رح تستقبل عروض الافلام يلي فازت بجوائز باطار الدوره السابقه لمهرجان الفيلم اللبناني يلي تمت من كم يوم. عروض الافلام رح بتكون 12 لمحمد بروس ولسوتان لميشيل زرازير وصمت لشادي عون والموعد بتمام الساعه 8 المساء. بالتعاون مع الكونسيرفاتوار الوطني بتقدم عازفة البيانو تاتيانا بريماكخوري أمسية عزف لليست راشمامينوف ومندلسون اليوم على الساعة 8 المساء على خشبة مسرح بيير أبو خاطر بالجامعة اليسوعية. نرجع للأجواء الرمضانية واليوم بيستقبل مسرح المدينة بإطار الأمسيات الرمضانية يلي عم بيقدمها أمسية مع الشيخ تمام سعيد مع الشيخ سوري يحيى حسين من تنزانيا وبيرافقوا على العود تمام سعيد نوفل علي عناي إلي أبو عبدو وجمال عبد الكريم على الإيقاع الحفل ببلش بتمام الساعة 9 المساء مرسلين إلى الغذاء بي
في إطار موسم موسيقى الحجة يلي بتقدمه الجامعة الأنطونية، موعد اليوم رح بيكون مع كورال الجامعة الأنطونية وأوركسترا جيوفاني للميديترانيا بقيادة الأب توفيق معتوق، ورح بيكون في عزف لاموزار ريكويام أون ري مينور. الموعد اليوم على الساعة 8 المساء بكنيسة مالويس للآباء الكابوشيين. جولتنا الفنية والثقافية وصلت لختامها، كيف عم بيكون حال الطرقات هلأ؟ خلينا ناخذ فكرة. المؤهل محمد داهر معنا من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير، ومعه ناخذ فكرة أكثر كيف عم بتكون حركة السير لليوم. مرحبا. صباح الخير. يعطيك العافية. يعطيك العافية لإلك. تفضل، كيف عم تكون حركة الطرقات اليوم؟ عندنا حركة سير طبيعية على مدخل بيروت الجنوبي والمدخل الشرقي من الصياد. نعم. أما المدخل الشمالي عم يشهد حركة سير ناشطة إلى كثيفة. بنبلش مدخل بيروت الجنوبي، عندنا حركة سير طبيعية من خلدي باتجاه أنفاء المطار وباتجاه الوزاعي، ومن خلدي باتجاه بشمون عرمون شويفات لحدث جاليري سمعان. نعم. المدخل الشرقي حركة سير طبيعية من عريا نزولا باتجاه المدرسة الحربية الصياد، ما في عنا أي عوائق. أوكي. المدخل الشمالي عنا حركة سير ناشطة من الكازينو إلى كثيفة على جسر السرايا، بتتحسن تدريجيا على نفق نهر الكلب، بترجع عنا كثيفة من الأبي صيد بي باتجاه امتلياس جل الديب الزلقة، بترجع بتتحسن بتصير طبيعية من نهر الموت باتجاه الدورة الكارنتينا. نعم. كورنيش المزرعة عندنا حركة سير طبيعية على المسلكين، وكذلك جسر الكولا حركة سير طبيعية على المسلكين. هذا كل شيء مبدئيا بالنسبة لحركة سير. يعني الحركة الطبيعية ما في أي استثناءات اليوم على الطرقات؟ لا الحمد لله ما في أي شيء. أوكي. حوادث في عندنا؟ الحوادث عندنا تسجل ضمن الـ 24 ساعة 7 حوادث نتج عنهم 8 جرحى. نتج عنهم؟ 8 جرحى. 8 جرحى، الحمد لله على السلامة، نتمنى لهم يقوموا بالسلامة. اوكي، بخصوص مخلفات الرادار؟ مخلفات الرادار بعد ما صدرت من العلاقات العامية، بس في عندي أعمال حفريات منطقة الرمال شارع طلعت الأكاوي مع طاقات وغورو، هالأعمال ستؤدي إلى قطع السير في الشارع المذكور وتحويله إلى الطرقات الفرعية المجاورة. تبدأ الأعمال من يوم أمس 20/6 اعتبار من الساعة 2 لغاية الساعة 16 من كل يوم لغاية الانتهاء، بعد ما حددوا وقت انتهاء. وقت انتهاء، نعم. يعطيك العافية، شكرا لك المؤهل محمد ظاهر، أكيد بنحكيكم بكرة باتصال جديد لنعرف أكثر عن أحوال الطرقات. بريك جديد بنرجع من بعده نتابع أخبار الصباح، خليكم معنا.